صباح الخير يا سنة تانية. هناخد فصل جديد وهو الفصل الرابع. هنخش في أولى دروس الفصل الرابع وهي عائلة الحقائق. مين يا مس عائلة الحقائق ديت؟ دي عبارة عن أرقام مرة بنجمعها ومرة بنطرحها. تعالي بقى نشوف مين هي عائلة الحقائق. هي عبارة عن عددين اتنين بيكونوا عيلة، عددين بيكونوا عيلة. العيلة ديت بتتجمع أو بتنتهي بالعدد الثالث، وهو عبارة عن المجموع بتاع العددين اللي معايا. يعني لو بصينا لمنزل عائلة الحقائق اللي معايا، هنبص اللي هي رقمين معايا، 3 وكمان 8، دولت العددين ختموا ان هم جابوا المجموع بتاعهم بكام؟ ب 11. نبص بقى البيت بتاع عائلة الحقائق. اول حاجة في عائلة الحقائق ان انا هنقول ان 3 هتتزود على 8، 3 زائد 8 يديني 11، 3 زائد 8 هيديني كام؟ 11. وبعد كده نبدلهم، وبعد كده نعمل ايه؟ نبدلهم، يعني 8 تيجي زائد 3 يديني ال 11، يديني كام؟ ال 11. لو بصينا للجزء الثاني يبقى هنا هياخد جزئين على الجمع وهنعمل لهم عملية ابدال. اما الجزء الثاني فهناخد فيه الطرح. الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير، الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير، فبالتالي هبدأ بال 11. لو طرحت منها 8 يديني الـ3، اما الـ11 اذا طرحت منها 3 فهتديني الـ8. يبقى هنا الـ3 ارقام دولت مكونين عائلة حقائق، مكونين عائلة حقائق. تعالى بقى نبص لأول مثال عندي ونكون احنا عائلة الحقائق. المثال اللي بعده اهوت يا مس، كون عائلة الحقائق. كون مين؟ عائلة الحقائق. اجمع واطرح بس صمم عائلة الحقائق. لو بصينا للرقمين اللي الـ3 ارقام اللي معايا، الـ4 والـ6 والـ10، مين هما الرقمين الصغيرين؟ الـ4 والـ6. هكونوا مين؟ كونوا الـ10. يبقى تعالي يا مس نبدأ أول حاجة بعملية الجمع. الجمع بيبدأ بالصغير، الجمع بيبدأ بالصغير. يبقى أنا لو قلت 4 حطيت عليها 6 هتديني الـ10، أما لو قلت 6 حطيت عليها الـ4 فهتديني برضه الـ10. تعالى هنا نبص للعلامة، لقيتها علامة طرح، واحنا متفقين الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير، الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير. هنبص هنا للرقم الكبير 10، لو طرحت منه 4 هيديني 6، لكن الـ10 لو طرحت منها 6 هيديني كام؟ 4. برافو عليك. طب تعالى يا ميس يلا نشوف عائلة الحقائق اللي بعدها، 8 و7 و15، من الرقمين الصغيرين؟ الـ8 والـ7. لو جمعتهم على بعض يديني الـ15، دولت اللي هيكونوا العيلة بتاعة الحقائق بتاعتي. أول حاجة بص للعلامة، لقيتها علامة جمع، أو نكون أول حاجة علامات الجمع. الجمع بيبدأ بالصغير، الجمع لازم يبقى أرقامه صغيرة. 8 مع 7 هيديني 15، وبعد كده نعمل إيه؟ نبدلهم، يبقى 7 مع 8 زائد 8 يديني كام؟ 15. لكن لو بصينا للعلامة هنا هنلاقيها علامة طرح، احنا متفقين الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير، الطرح لازم يبدأ بالرقم الكبير، فهيبدأ بالرقم 15. ال 15 إذا شلت منها 8 يبقى اللي يفضل 7، طب لو شلت منها 7 يديني 8، يديني كام؟ 8. تعالي نبص كمان واحدة من عائلة الحقائق، كمان واحدة، 3 و9 و12، فين الرقمين الصغيرين؟ الـ3 والـ9، يكونوا مين؟ الـ12. الـ3 ارقام دول هم دول اللي هيكونوا عائلة الحقائق، او هيكون عملية الجمع والطرح. نبص اول حاجة للعلامة، لقيتها علامة زائد، الزائد بياخد ارقام صغيرة، يبقى الـ3 لو اتجمعت مع الـ9 يديني الـ12. طب لو الـ9 اتجمعت مع الـ3 برضه يديني 12، يبقى هم عشان هم عملوا ايه؟ اتبدلوا. لكن لو بصينا هنا للعلامة هنلاقي علامة طرح، الطرح دايما بيبدأ بإيه؟ برافو عليكم، بالكبير، لازم نبدأ بالكبير. ال 12 إذا شلت منها 3 تديني 9، لكن لو شلت منها 9 هتديني 3. يبقى احنا متفقين عائلة الحقائق بتكون عمليتين، اثنين جمع واثنين ايه؟ طرح، اثنين جمع واثنين